بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، خويا حمد أشكرك جزيل الشكر على كل ما تقدمه من مجهودات جبارة جعلها الله في ميزان حسناتك، وكنشكر كذلك المتتبعين الكرام على الدعم ديالهم ليك وللمحتوى الرائع اللي كدير وموفق بإذن الله. وأنا بدوري كنشكرك بزاف أخ أمين على كل ما تقدمه للناس قصد مساعدتهم لوجه الله. القصة ديال اليوم مؤثرة بزاف، وقعت في إحدى الجلسات الرقية مع الشيخ الفاضل بالرباط العاصمة لواحد الأخت كتعاني من المس. وبسم الله نبدأ القصة إن شاء الله. وقفت الرقية طيلة شهر رمضان، نظرا لأن الشيخ حفظه الله لا يرقي الناس في رمضان، فكنت فقط كنتكلم مع بعض الحالات عبر الواتساب، وكنحاول نساعدهم قدر المستطاع لوجه الله تعالى. وبعد انقضاء شهر رمضان في اليوم من الأيام، كنت كنشتغل في المحل ديالي، إذا بي كنتلقى اتصال عند الشيخ ديالي. السلام عليكم السي أمين، لاباس عليك، توحشناك. حفظك الله شيخي ونفع الله بك. كي داير نتايا والأحوال ديال العائلة؟ كلشي بخير؟ كلشي بخير ولله الحمد. بغيتك ولدي أمين فواحد الخدمة إن شاء الله. أنا موجود فوق ما احتاجيتيني. الله يرضي عليك ولدي، كاين واحد الحالة مستعجلة في مدينة الرباط، الواحد البنت أصابها المس، وغادي يجي الخال ديالها غادي يدينا بالسيارة ديالو لمدينة الرباط باش نرقيو البنت، وبغيتك تكون جنبي. مرحبا يا شيخي بكل وقت، أنا راهن الإشارة في مساعدة الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نفس على أخيه كربة في الدنيا نفس عليه كربة من كروب يوم القيامة. إيوا وجد راسك واستعد مع السبعة ديال العشية إن شاء الله، غادي ندوز عندك المحل وتماك نتلاقاو مع الخال ديال هاد البنت اللي مصابة، شفاها الله وعافاها. داز عندي الشيخ بحكم القرب المحل ديالي لدار القرآن وللمنزل ديالو، وانتقلنا لواحد البلاصة قريبة سميتها باب بوحاجة. تماك لقينا السيد كيستنانا بالسيارة ديالو، طلعنا للسيارة والشيخ ركب حداه وانا ركبت اللور. وفي الطريق والسيد الخال ديال المريضة شفاها الله تكلم مع الشيخ عادل وقال له: اش غادي نقول لك السي الفقيه، بنت اختي مريضة هذه مدة، كانت في الاول انسانة متفوقة في الدراسة ديالها، غادية مزيان، ولكن من نهار تقاست هذه 8 شهور داكشي اثر فيها بشكل كبير، ولا كيضرها راسها وفقدت نعمة البصر للاسف. ما خلينا اطباء مشينا لهم كيوريونا التحاليل والشبكة ديال الراس والدوايات والاطباء، لكن ما كيلقاو والو عندها، والو، وشكينا تكون عندها مرض روحاني والجن هو اللي كيتسبب ليها في هاد الحالة. استشرنا روقات لكن دون جدوى، والناس تكلموا ليا عليك يا شيخ، وهاني دابا تواصلت معاك لعل الله يحدث أمره. صراحة الحالة أثرت فيا وحنا باقين في الطريق من خلال السرد ديال الخال ديالها، وعرفت باللي غادي نكونوا أمام تحدي عظيم لهذوك أعداء الله. بقى الشيخ كيسولو للحالة ديال البنت والآراد اللي كتحس بهم. هي السي الفقيه ملي كانت صغيرة كانت كطيح، ولكن مرة في شحال هادي كانت ولات لاباس، ولكن من هذاك النار المشؤوم اللي كانت مشات فيه عند واحد صاحبتها لشي مناسبة عائلية هادي 8 شهور، وتماك تخطات شي حاجة عندهم في الدار كيف ما كانت كتقول. من ديك الساعة ولا كيضرها راسها، وبدات كتفقد البصر تدريجيا، وهادشي ما نفع معاها لا طب ولا والو. هنايا مباشرة قال له الشيخ: واش البنت محافظة على الصلوات الخمس، وخصوصا صلاة الفجر، وكذلك مواظبة على الأذكار وكتقرأ القرآن؟ الأب ديالها ملتزم ومواظب على الصلوات في وقتها، لكن هي مرة مرة، وملي كتجي وتجيب السجادة كتبغي تتصلي راسها كيبقى كيضرها بزاف. أكيد دوك أعداء الله ما كيخليوهاش فرحتها، ولكن خاصها تكابر
وتقرب من الله وتحصن راسها ما أمكن لإضعاف العارض أي الجن، لأن في الأول والأخير الراقي سبب فقط والمريض عليه تحصين نفسه بنفسه، بحكم أن الجن كيتربص بالمريض وكينتظر تأخره عن العبادة لكي يؤذيه. فعلا هنحاولوا معاه إن شاء الله، وغادي تجتهد باش تغلب عليهم. دابا هي مكرفصة ومكرفصة الأم ديالها معاها وكتعاني بزاف وما بقتش كتشوف وراسها كيحرقها. إن شاء الله غادي نديرو بالأسباب، والكمال لله والله ينتقم من أعداء الله. ومن بعد فترة وصلنا لبيت المريضة، صونا خالها في الصونيت وتفتح الباب. سبقنا الخال ديالها وخبر الأخت ديالو أي الأم المريضة وقال لنا تفضلوا. طبعا الشيخ كان واجد وجايب معه الماء المرقي، وإحنا في انتظار الفتاة اللي غادي يكون معها المحرم ديالها طبعا أي الخال، وهذه نقطة مهمة من الضوابط الشرعية وجود محرم. طلب مني الشيخ على ما يجيبها خالها أنني نرقي الماء ونحصن الغرفة، وطلب من خالها يجيب قرعة صغيرة ديال زيت الزيتون، ورقيته بآيات التحصين وآيات السحر والحرق وكذلك الماء، ولله الحمد بديت كنحصن الغرفة. وفي لحظة جا الخال ديالها شادها من يديها المسكينة كيوريها الطريق، لأنها ما كتشوفش المسكينة اللي في واحد المشهد جد مؤثر. اضطرت فيها صراحة وحس بي الله ونعم الوكيل. جلسات المسكينة وجلس حداها الخال ديالها، بينما كنت أنا والشيخ بعد عليها شوية ومقابلين معها. سولها الشيخ وقال الأخت كي دايرة؟ لاباس عليك؟ باش كتحسي يا بنتي؟ وشنو الأعراض اللي عندك؟ جاوبته المسكينة وقالت الحمد لله ومرحبا بكم. شنو غادي نقول لك سيدي؟ أنا يا من صغري كنت كنطيح، تبعت الرقية مع واحد السيد من العائلة وليت به خير، ولكن مؤخرا كنت في مناسبة عائلية عند واحد الصديقة ديالي واللي هي بحال اختي، تشاركنا الحلوة والمرة، كنت كنبات عندها وكنت كتجي تبات عندي وعائلتها بحال عائلتي، تعشينا ودوزت معها داك النهار مزيان، ولكن ملي رجعت للدار حسيت براسي ماشي هي هاديك، راسي كيتقل عليا والحريق بزاف، عينيا ولاو كيدمعوا كيضروني والكوابيس المزعجة، وما بقيتش كنقدر نصلي بالحريق نتاع الراس، وملي كنسجد كيشدني راسي، ومؤخرا مشى لي البصر تدريجيا كيف ما كتشوف، ودابا كنشوف غير الضبابة. صراحة أثرت فيا بزاف وزدت حقدت على أعضاء الله اللي أداوها في نعمة البصر. وزادت وقالت المسكينة مشيت درت الشبكة ديال الراس عند الطبيب خاص، ومشيت للطبيب ديال العينين درت التحاليل، ومشيت عند الطبيب ديال الجهاز العصبي ومدة وأنا متبع عندهم لكن دون جدوى، حتى مليت من الأطباء بحكم أنني كنت كنقول ممكن يكون هادشي عنده علاقة بالطب، ولكن غسلت يدي من كل شيء من بعد شهور ديال التحاليل والأدوية، وعرفت بلي هادشي عنده علاقة بما هو روحاني أي الجن. وخالي كيف ما كتشوف شكرك ليه الناس ديال دار القرآن، وكنت منها من ربي يشافيني لأنني عييت بزاف. خير إن شاء الله خير، والشافي هو الله، وحنا يا كنديروا الأسباب والكمال لله، وضروري خاصك تعقد النية أن كلام الله هو شفاء ورحمة، وتجتهد يا بنتي بالدعاء والصلاة عند وقتها، تحصني نفسك باش تضعفي الجن وتعاوني معانا. الشيطان كيضعف بالطاعة ويقوي نفسه بالمعصية، أكيد لقاك ضعيفة وتمكن منك، هذا عدو الله، ولكن بإذن الله غادي يغلبنا الله عليه، وهو القاهر فوق عباده. جزاك الله خير يا شيخنا، وخا إن شاء الله أنا غادي نجتهد وإن شاء الله خير. ركزي معايا وسمعي القرآن الكريم بخشوع وتركيز، وعقدي النية أن الله هو الشافي. مرحبا بإذن الله. هنا الشيخ عادل استعد بالله
ودار حداه الماء المرقي وجدت له زيت الزيتون المرقي، وتوكل الله بالدب الفاتحة وانتقل إلى صورة البقرة، وأخذ يرتل كلام الله بخشوع كيراقب الحركات دي البنت. ولما وصل آية السحر وآية الحرق، إذا بالبنت هنايا بالذات كتتمايل وكتخبط وكتضحك ضحكات هستيريا. هنا الشيخ بدك يقرأ وكيشدد في آيات الحرق وكيكررها وكيرش الماء المرقي على الوجه دي البنت اللي فقدت الوعي والسيطرة على راسها، بدات كتغوت وكتهتز بعنف. وهنا الشيخ طلب من خاله يشدها بقوة، والمسكينة شدها وهي كتهز وكتغوت، وما حد الشيخ كيشدد في القراءة وكيرش الماء المرقي وهي كتزيد كتجهل بحال خويتي ليها العافية على الوجه ديالها، كتغوت وكتأف صافي 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 بركة. الشيخ هنا يمحبس من القراءة واستمر في القراءة وكيرش الماء المرقي، وهنا هي كتدفع الخال ديالها وكتغوت، ومرة مرة كتضحك ضحكات هستيريا. وهنا الشيخ وقف القراءة من بعد مدة كبيرة دي القراءة وتكرار آيات الحرق. انطق الشيخ وقال: هداك عدو الله، ما بغيتيش تبعد من هات البنت اللي آديتيها في عينيها. هنا انطق الجن وقال: ماشي أنا وما غاديش نحيد. وبدك يضحك ضحكات هستيريا، كتضحك ياك وضحكات هستيريا عندك من بعد تقابلها بالبكاء. قال له الشيخ: كتضحك عندك تقابلها من بعد ببكاء، وإن شاء الله احنا غادي نشوف شكون اللي عنده الحق وشكون اللي على باطل. واش انت مسلم ولا كافر؟ قال له الجني: انا مسلم، وراه ماشي انا اللي اديتها في عينيها، راه هما اللي اداوها وبعد مني انت. هنا الشيخ بدك يذكر الله وكيرش الماء المرقي على الوجه ديال المريضة بقوة، والجني كيغوت ربي اللي خلقه وكيقوه وكيغوت وكيقوله: بعد مني بعد مني. وكملها كيف ما قال له الشيخ بالبكاء. البنت كتنتافط وكتدفع خالها بقوة، ولكن هو متشبت بها وشادها. والشيخ هو كيرش الماء المرقي قال له: انت ماشي مسلم يا عدو الله، انت كافر. المسلم لا يظلم ولا يستبيح جسدا ليس من حقه، وانتم معروف عليكم الكذب وقول الزور، وش هاد المسكينة آذتك في شي حاجة اللي آذيتيها في صحتها وعينيها؟ هنا حرك الجني راسه بإشارة لا، وبدك يضحك بضحكاته السهرية. الشيخ بدك يقرأ آيات الحرق وكيرش الماء المرقي، والجني كيتخبط وكيغوت وكيدفع في خاله بقوة وكيقول له: ماشي أنا ماشي أنا، هما وهما اللي آذاوها. قال له الشيخ: ما غاديش نطلق منك اليوم حتى تخرج من هنا، يلا سربي راسك. ولحد الساعة أنا كنتكلم معاك بأسلوب زوين، وباقي ما خدمتش معاك الأسلوب الآخر. قال له الجني هو كيترجاه: لا لا عافاك عافاك، لا إلا خرجت غادي آديوني، غير خليني وما غاديش نآديها. عافاك عافاك إلا خرجت غادي آديوني، عافاك بركة بركة عليا. وانا الشيخ متسوقش ليه وقال له: كتخاف من الشياطين وما كتخافش من الله رب العالمين يا عدو الله، اللي غادي يحاسبك على الظلم ديالك لهاد الاخت ويحاسبك على التعدي ديالك عليها بدون وجه حق هو الله وكلامه. وهنا يستمر الشيخ بالقراءة هو كيرش الماء المرقي بقوة. داك الشيطان بدك يتكلم وكيقول: وهش من ذنب عندي انا، هما اللي كيأديوها وانا غير كنتعذب هنا. بارك بارك انت كتظلمني، غادي غير نتعذب على والو. انا لست بظالم، بل كنرتل كلام الله اللي فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين الا خسارة. وانت ظالم، يا تخرج يا غادي تحرق حتى تموت. قال له الجني: لا راه ماشي انا، راه هي اللي تخطط السحر المرشوش في الدار صاحبتها اللي كان مدير ليهم في الحمام، وتماك تسكنات، وانا اش من ذنب عندي، انا ما درت ليها والو. انت هي اللي طلعتي ليها وانت اللي كتاديها، وخا تكون قاع تخطط السحر في دار صاحبتها كيف ما كتقول، وخا انايا ما كنتيقكمش وباغيين تخلقوا الفتنه ما بينها وبين صاحبتها. انا ما كنكذبش عليك،
عييت عييت، خليني عليك خليني عليك. لا ما غاديش نخليك تتخرج منها يا عدو الله. وانا يا شيخ عادل استمر في القراءة والتكرار لآية الحرق والعذاب، والجني كيضحك ضحكات هستيريا ومرة مرة كيمزجها ببكاء. الشيخ كيشدد في القراءة والجين تارة كيضحك وتارة كيبكي بحرقة، كيتخبط وكيغوت وكيقول بركة بركة، راه ماشي انا راه ماشي انا، واش انت ما كتعياش، راه غادي يقتلوني لا خرجت منا، طلقني طلقني. واه ما غاديش نطلق منك تتخرج منا، وانت ظالم ومتعدي، يا اما غادي تخرج يا اما غادي نحرقك. وبدا مباشرة الشيخ كيرش الماء المرقي، وعطى الخال ديالها الماء المرقي في كاس وقال له شربوا ليها بزز. وهنا يا اخوتي بالضبط ملي شربات البنت الماء شفت واحد المنظر غريب، الوجه ديالها والاحمر، والجني بدا كيبكي بحال الدري الصغير، وبدا كيغوت وبدا كيتقج وكيقول الشيخ حرقتيني حرقتيني، راه ماشي انا ماشي انا. والشيخ كيقول له خرج يا عدو الله، اليوم بيا ولا بيك. واستمر التخبط ديال الجني والدفع ديالو للخال ديالها اللي بقى متشبت فيها، وانا هي كنشوف فيه وكنشير ليه ما يطلقهاش مهما يدفع فيه ولا يتخبط. الشيخ طلب من خالها باش يبرك ليه على البطن ديالها، والشيخ بدا كيقرب استرسال وكيرش الماء المرقي. الجني كيصرخ بواحد المشهد مرعب وكانه كيترشاه، كيقول له نخرج نخرج صافي غير بركة حبس. هنا قال لي الشيخ خلط الماء المرقي بالزيت المرقي، وداكشي اللي درت خلطته وجبته، مديته للشيخ وقال له بسم الله، ومدو للخال ديالها وقال له شربوا ليها بزز. شربات الماء المرقي مع الزيت، وهنا الجني بدا كيبكي بحال الدري الصغير وكيزاوك. انطق الشيخ وقال له ياك عاد كنتي كضحك في الاول وقلتي لي ما غاديش نخرج وكتستهزأ. وزاد شدد في القراءة هو كيرش الماء. هنا البنت انتفضات ورجليها بداو كيتحركوا، والجني بدا كيضعف، مع العلم أن الجن اللي ساكنينها من أخطر أنواع الجن، وبحكم أنه لم يتأثر بالقرآن لفترة طويلة، والأمر الأسوأ كان هو السبب في مارة الفتاة وفقدانها لنعمة البصر. الشيخ قال له خرج يا عدو الله دابا، وفي نفس الوقت كيرش عليه الماء المرقي وكيقرأ آيات الحرق، ورجليها كيتحركوا انتفضات، ثم صباحها بداو كيتحركوا. الشيخ بقى عليه غير خرج خرج يا عدو الله، وما تعاودش ترجع ولا غادي تموت. إلا وفجأة ساد الصمت، الشيخ عرف باللي البنت فاقت والجني رحل. عيط عليها الشيخ بالاسم ديالها وقال الأخت كتسمعيني دابا؟ أشارت ليه براسها وقالت آه كنسمعك. شوية دابا شوية، الحمد لله الحمد لله شوية، لك الكرش ديالي كتقطع عليا. صبري يقدر يكون عندك توكال، هاكي شربي هات الماء المرقي والزيت الزيتون المرقي وحاولي تخرجي اللي في البطن ديالك. وفعلا البنت بدات كتشرب الماء المرقي المخلط بالزيت الزيتون من بعد ما قريت فيه آيات إبطال السحر والحرق، فشربوا ليها خالها وجباني وحاشاكم. البنت بدات كتخرج داكشي اللي في الامعاء ديالها وكتقول للشيخ المعدة ديالي كتقطع، تقول السيوف كيقطعوا لي المعدة ديالي. ما تخافيش يا بنتي، هاكي زيدي شربي غير زيدي شربي، نوضي سيري للحمام وفرغي اللي في بطنك. شربات المسكينة ومشات بخطى متثاقلة للحمام اعزكم الله، وبدات كترجع لي في بطنها بكثرة. ومن بعد مرور مدة جابها خالها المسكينة، قالت للشيخ الحمد لله الحمد لله الشيخ، انا شوية دابا ارتاحيت والحمد لله. سمعيني يا اختي، خصك تعاونينا شوية، حصني نفسك بالصلاة والاذكار، راه الشياطين كيقلبوا على الغفلة، وقد ما حصنتي نفسك بالصلاة والأذكار
كتولي قوية وكتكون ملائكة الرحمن حمينك، والراقي غير سبب، فالله هو الشافي، وكنسأل الله لك الشفاء. فهنا يا الشيخ طلب من الخال ديالها أنه ينبهها بالصلاة ويوصي الأم ديالها، ودار معه الشيخ من هنا اليومين يتلقى معه بمدينة سلا قرب المقر السكن الشيخ، باش يعطيه قنينة كبيرة ديال الماء المرقي مخلط بورق الصدر. وفعلا وصلنا لحال سبيل ديالنا، وتوادعت مع الشيخ في الطريق. ومن بعد يومين كيحكي لي الشيخ أنه داز عنده الخال ديالها وسلم الشيخ الماء المرقي مع ورق الصدر، وقال له تخلطه بالماء الدافي وتغتسل به مرتين في الأسبوع، وتحافظ على الصلوات الخمس والأذكار، وبلغنا بالجديد بإذن الله. قال له الخال ديالها مرحبا وشكرا جزيلا. قال له الشيخ ديالي خبرني بالمستجدات، وإلا كاين شي تحول نديرو شي وقيته ونرجع نكملوا الحصص، وإن شاء الله يكون الخير. وتودع معه. من بعد مرور أسبوع من الزمن اتصل بي الشيخ وقال لي وجد راسك في أي وقت، لا يعاود يتصل بينا خالها ونمشي ونشوفوا حالة البنت. قلت له مرحبا، لكن هنا يا أخوتي غادي تجي واحد البشرة سارة. اتصل بي الشيخ وبشرني البشرة السارة، قال لي باللي اتصل به الخال ديالها وقال له الله يحفظك يا شيخ والله يطول في عمرك، بنت اختي رجعت لها الروح من جديد، وامها كتبكي بالفرحة، الله اللي غادي يجازيك، راه بدك يرجع لها البصر والحمد لله، واخيرا بدات كتشوف تدريجيا، والله ينورك يا شيخ. وقال له الشيخ اللهم لك الحمد، هذا واجب، والله هو الشافي، فما احنا يا غير اسباب، والحمد لله على نعمة القرآن. فاتصل بي الشيخ وفرحني وبشرني بهذه البشرة السارة، وهنايا سجدت لله سجدة الشكر، الحمد لله على نعمة القرآن. وهنايا كل نهار كنزيد نحب هذا المجال الرقية، وكنزيد نفتخر بالشيخ ديالي الرجل الخدوم بدون مقابل. أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته. وفي النهاية أخوتي الكرام، حسبي الله ونعم الوكيل، في السحرة الأشرار ومن ولاهم ومن يذهب إليهم. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. النهاية. سلام الله عليكم أحبابنا الكرام، فشكرا لكم على الاستماع ديالكم للقصة. القصة كانت مؤثرة، جزاهم الله خيرا، فالحمد لله البنت كيرجع لها البصر تدريجيا، فالحمد لله. على كل حال كانت هذه نهاية هذه القصة، ونتلقاو في قصة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم من مورا المايك حماد القرشي من قناة الراوي ستوريس. تصبحون على ألف خير. سلام.